مساء الخير. النهاردة هنتكلم عن بعض أشكال مسطحات أرسطو المتوفرة بالسوق. معانا أول شكل ده الخمسة شعلة، زي ما احنا شايفين كده شكله حوامل ظهر، إشعال ذاتي في المفاتيح كلها، كل مفتاح ليه إشعال ذاتي منفصل. تقسيمة العيون كويسة قوي ما بينها وما بين بعض. بينزل طبعا مقاس ستاندرد 90 في العمق 50. ده شكله مرة تانية. ده سعره التقريبي بيكون حوالي 9800. هنيجي الشكل التاني معانا ستة شعلة، زي ما احنا شايفين في إمكانية إن أنا ممكن أغير الشعلة، أخليها أفقي أو رأسي حسب احتياجي. يعني أنا بقى يا دوب بلفها كده. تبقى بالشكل ده. فأنا لو هحط صينية كده بالعرض أو عايز أبدل أخليها كده، فممكن بطريقة سهلة جدا أغير شكل العين بتاعتي. حاومل ظهر، وبينزل منه موديل تاني حوامل حديد، وبرضه مفاتيح فيها إشعال ذاتي في كل مفتاح. في بعض الناس كانت تسألني هي النقطة السودا دي اللي هنا ايه، ودي ان هو في امكانية ان انا ممكن اركب له ظهر ازاز كاكسسوار زيادة، بس الاكسسوار دي بتطلب مخصوص، بس تقريبا مش موجودة في مصر، فلازم تتطلب مخصوص. ده شكله مرة تانية، حاجة الموديل تالت برضو نفس شكل الستة شعلة، بس مكان الشعلتين اللي هنا تنزل جريل زي ما احنا شايفين. ممكن استخدمها عادي في البيت، بس انا يعني افضل الموديل التاني احسن، اللي هو ده الستة شعلة، لان العيون دي مش هقدر اعوضها، لكن الجريل ده ممكن اعوضه بجريل خارجي، وانا مش كل يوم برضو بستخدم جريل وشاوي وكده. فانا لا، الافضل ان انا اجيب الستة شعلة احسن من الموديل ده. بينزل برضو حوامل ظهر وإشعال ذاتي برضو في كل المفاتيح، وبرضو في جزء ان انا ممكن اركب له ظهر الازاز. واللمبة دي طبعا دي يعني زي لمبة ارشادية ان الشواية شغالة معايا، لان الشواية طبعا تحتها بتشتغل بالكهرباء، فعشان اقدر اعرف ان هي شغاله ولا لا اللمبه دي هتنور معايا، وده مفتاح الشوايه. ودي كانت ثلاث اشكال من موديلات اريستون، واتمنى الفيديو البسيط ده يكون عجبكم. لو اول مره تشوفني ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يجيلك كل حاجه جديده.